الله مرضى عنا وعن شيخنا وعن والديه وحاضره ومسلمين. آمين آمين. معاذ كيف أنت؟ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في صحيحه: ونبيه قال: باب لا يقيم الرجل من مجلسه. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله. نعم، إسماعيل بن عبد الله من الثقات الأزواج الأويسي. قال: حدثني مالك. مالك النجم، إذا ذكر حديث فمالك النجم. قال: عن نافع. نافع مولى ابن عمر، همتي إن شاء الله سأقولها. نافع أثبت الناس عن ابن عمر رضي الله عنه، رضاه مولى ابن عمر وأثبت الناس فيه. نعم. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما. ابن عمر، عبد الله بن عمر من السلام عليكم السلام ورحمة الله. ابن عمر من السبع المكثرين عن النبي الأمين، هو صحابي من صحابي أثري. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم، لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. نعم، ثم يجلس فيه. باب، هو قال باب يعني باب منه، فهو تابع للباب الذي قبله وبوابه وترجم عليه وقال: لا يقيم الرجل من مجلسه. نعم، فهو كأنه تتمة للباب. تفضل. يعني كأنه جعله تتمة للباب بالتقدير، عشان لا تأخذ علي ما أخذت عليك أمس. تفضل. قال: باب إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس المفسح يفسح الله لكم، وإذا قيل انشذوا فانشذوا. الآية. قال: حدثنا خالد بن يحيى، قال: حدثنا سفيان عن عبيد الله، عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه، فنهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. نعم. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. طيب، هنا هذه مسألة عظيمة جدا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا قيل إذا قيل لهم تفسحوا في المجالس من فسيح الأمر يعني وسعوا، وقيل بل ضيقوا مجالس، كانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ضيقوا مجالسهم، فأمرهم الله أن يوسع بعضهم لبعض. وقال حسن وقتادة: هذا في الغزو خاصة، وهذا الحقيقة نعم. وقلنا قبل ذلك القاعدة، ما القاعدة؟ مقالة عيان لا تخصص. عيان لا تخصص. طب اسكت بقى يا أحمد، عشان أنت مريت على كم سيارة اليوم؟ لسه. طيب استفتح، ماشي، نغلق خلال. هكذا. ما القاعدة؟ يقول يزيد بن أبي حبيب، أنا منتظر الإجابة، أنا أمر عشان الوقت يعني. يقول يزيد بن أبي حبيب: أي اثبتوا في الحرب، وهذا في من مكيدة الحرب، لا تعرف من العام الخاص كل نعم في دارته ممتاز. وأيضا شهادة الحمد لله على سلامتك، أنت تغيبت أمس، لما تغيبت أو كنت معنا لكني ما رأيت. هناك قاعدة أخرى عندك في هذا الباب، يقول الحسن، أكيد عندك الآن. الحسن يقول أنها في الغزو خاصة، والآية: وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. هناك القاعدة الأخرى التي لابد أن نفهم فيها في هذا الباب. فاضل أراد أن يأتي بها وهي عنده، لكن كتب خطأ. ما أكيد سيوافقك شهادة فيها، لكن نعم. وقد قيل أيضا: توسع الله عليكم منازلكم في الجنة. أنا منتظر القاعدة الآن. وقالوا فانشوزوا، أي وإذا قيل ارتفعوا فارتفعوا. شهادة، ما هي القاعدة؟ المفروض هي عندك وأنت تعلمها. فانشوزوا، وإذا قيل ارتفعوا فارتفعوا، وقوموا إلى قتال عدو أو صلاة أو عمل خير. قال الحسن: انهزوا إلى الحرب، أيضا رجع بها إلى التخصيص. وقال قتادة: أو مجاهد تفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوموا. وقال ابن زيد: انشوزوا عنه في بيتي فإن له حوائج. قال أصحاب الأفعال: نشزاء القوم من مجلسهم، أي قاموا منهم. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الجميع أتى بها الحمد لله والشكر. لا نعرف أنها عند شهادة لما قال بالأولى، الثانية أيضا معه. نعم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا أصح ما يكون في هذا الباب. حتى هو أتى بها، نعم حتى شهادة أتى بها، لكنها لم تظهر عندي هنا. ظهرت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا موافق للجميع، وقد أتى بها أيضا مؤمن الجراح وكثير أتوا بها. حتى فاضل كتبها، لكنه كتبها خطأ لتعطيلي، لأنه غاب عن الدروس بعض الوقت. دائما الغياب عن الدروس لابد يجعل الحلحلة. ما في الصعود مرتبط بالالتزام. يعني إنسان بيصعد ودرج منه وسقط، والدرج الثاني سقط، هيصعد تعليقا يبقى معرض لأن يقع، وكيف يصعد والدرج نزع. المستدرك يصل، لكنه يصل متأخرا، يكون فاته السبق. وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه،
ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلسه مكان. تعرفون ابن عمر كان إذا أتى وقام له أحد ليجلسه لا يجلس، يتركه ويمشي، يترك المجال. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقد اختلف العلماء في 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 تأويل هذا الحديث. فقال العلماء يعني هذه النهي هو النهي على الكراهة وليس على التحريم، بل قالوا قد 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 يندب أن يقام للفاضل ويقام لصاحب المكانة، يقام للعالم، يقام لصاحب المكانة الكبيرة العلية عند البشرية من سلطان أو من أمير أو من وزير أو غير ذلك. وأبو بكر وإن كان الحديث ليس بصحيح لكنه يستأنس به، أبو بكر بن عرضاء عندما كان المجال يعني والمكان ممتلئا مزدحما دخل علي بن أبي طالب، وكان أبو النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس وبجانبه عن يمينه أبو بكر. علي نظر أين يجلس فأفسح له أبو بكر وقال ها هنا مكانك عند النبي صلى الله عليه وسلم، ها هنا ها هنا يا أبا الحسن. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما لأنه معرفة الفضل لأهله من 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 أعظم الأديان. فقال يا أبا بكر لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. نعم. إذا قام وقد ورد عن وهذا كما قلنا للندب وهو من باب الأدب، فقد قالوا يصرف من النهي من التحريم إلى الكراهة ومن الوجوب إلى الاستحباب لأنه من الآداب، لأنه من الآداب ومعرفة الفضل أهله ووقار أهل الوقار. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع عليه فهو أحق به، وهذه فيها أيضا دلالة على أنه أحق بمكانه. والحقيقة هذا أصل أصيل، لأن عمر بن عمر رضي الله أعلم الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا جاء فقام أحد من مجلسه ليجلسه أبى عليه، لم يرتضي عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه. والراوي هنا أعلم بما روى، والراوي هنا أعلم بما روى. وحجة من حمله على النبي أنه قال لما كان موضع جلوسه ليس متملك فإذا لا يكون واجبا. يعني أقول الأولى أن الصرف بناحية الأداب أولى، الصرف بناحية الأداب أولى. الوجه الثاني في هذا أنه روى أشهب عن مالك أن الذي يقوم من المجلس فقيل له إن بعض الناس يقول إذا رجع فهو حق به، قال ما سمعت به وإنه لحسن إذا كانت أوبته قريبة، يعني لو ترك المجلس وذهب. هذه مسألة كثير من الإخوة يقع فيها، وهو أنه يذهب يعني لحاجة، أحد طلبه في حاجة فيذهب إليها ويترك مكانه ويترك شيئا في مكانه، فيحدث نزاع شديد بين الناس. لكن حقيقة نقول المسألة واقفة على قرب الرجوع، لأنه قد سبق إليه ونسلم بين أن من سبق إلى مكان فهو أحق به، فهو جاءه عارض، العارض لا حكم له. إذا كان العارض يذهب يتوضأ ويرجع، العارض يذهب لحاجة ويرجع، هذا هو العارض يفعل، يعني له نقول لا يقطع ملك، لا يقطع حقيته بالمكان فهو أحق به. وإن كان مالك يقول لم أسمع به ولكنه حسن استحسنه، ولكنه منصوص عليه، منصوص عليه. هو الشهادة يقول لمن شاء منكم أتقدم أتأخر في السير إلى في السير إلى الله تعالى لا وقوف، الله أكبر، هذا صحيح. فإن تقدم إما تقدم إما تأخر حتى استراحة المقاتل فلتكن في سيره. إذا هذا يقول الذي نقل بذكاء عالي قال أنا وأيده، هو مش فاهم كلامه، هو أصلا بيقول في هذا الباب أنه إذا لا يتوقف حتى ولو كان انقطع لا يتوقف، وهذا الصحيح بأنه يراجع ما فاته ويستدركه. لكن حقيقة الأمر على ما وصفته هو صحيح، لكن هو هذا تابع. فالصحيح في هذا الباب هو أنه حتى ولو كان فإن استراحته مع عدم استدراكه تقلل الرتبة، وأيضا أصالة لا تجعل السبق موجودا، لأنه أنت تستريح وغيرك لا يستريح، ينتهي ما ينتهي إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قعد متندما قال لولا أشق على أمتي لغزوت ثم قال أن أقتل، لتمنيت أن أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا، يعني ما يتوقف. هو الذي جعله لا يتوقف عن السير المشقة على الأمة. وقد قال علماؤنا استدامة السير علامة التوفيق، استدامة السير. لكن كما قلت المشكلة الببغوات يعني تقتل، مع أن الكلام ظاهر أصلا أنه يعني في قوله وقال فإما تقدم ما تأخر حتى استراحة المقاتل فتكن في سيره، فهو يؤيد لا يخالف. فالثاني ما يعرف أن الكلام في سياق واحد قالوا أنا أؤيد هذا، أيد لكن
لكن سر على النهج، افعل ما قال سيكون الخير فيها. فقل ما في. قال الشافعي، قال الشافعي وطول زمان، يعني صبر وطول زمان، صبر في الاستدامة. قال شوف عشان تعلم أنه ما في تقطيع. قيل للشعبي وهو كان ممتلئا في العلم، قيل ما كيف وصلت؟ قال بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.